كده عاملين ايه دلوقتي؟ هناخده تجربة الشمع. معانا دلوقتي الشمعة، معانا المية باللون، معانا الكوباية، معانا الشمعة. دلوقتي هنولع، دلوقتي هنحط المية باللون. دلوقتي هنحط الكوباية، هتشوفوا بقى اللي حصل. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ الايه؟ الاكسجين خلص والمية طلعت مكان، والشمعة دي طفت ليه؟ عشان الاكسجين ايه؟ خلص. ماشي؟